بمبادرة من الفيدرالية الولائية لجمعية أولياء التلاميذ بأضرار، أشرف السيد والي الولاية على انطلاق قافلة الثانويين تحت شعار اكتشف واعرف واربط علاقات في طبعتها الثالثة بمشاركة 34 ثانوية والتي ستجوب عدة بلدية من الولاية. وهذه القافلة هي استكشافية ثقافية علمية سياحية، الهدف منها هو نمي قدرات ولادنا، والهدف منها كذلك هو ندير إضافة للمعلومات التي تلقاها التلاميذ في الثانويات، هذه إضافة من خلال ما يكتشفونه. وهذه القافلة إن شاء الله رفع شعار الذكرى 60 لاندلاع الثورة. المشاركون استحسنوا المبادرة خاصة وأنها جاءت بعد موسم من الكد والاجتهاد، فهي فرصة للترفيه والاستكشاف والتعارف. بعد ما كملنا الامتحانات بغينا نروحوا على روحنا ونفسوا على روحنا، أي نضمن هذا الرحلة باش نكتشفوا مناطق جديدة ونتعرفوا على المناطق تاع الولاية. مبادرة مليحة تنفع التلاميذ وتنفعهم، زيدهم في الرصيد نتاعهم كاش ما كان في بلادهم، واش يديروا يتعرفوا على المناطق نتاعها والعادات نتاعها والاكلات نتاعها. قدموا لنا هذه القافله باش نستفادوا منها من الناحيه الثقافيه ومن الناحيه العلميه والسياحيه. جينا في هذه الرحله جابونا باش نروحوا على روحنا نكتشفوا المناطق السياحيه، ونتمنى ونستفيدوا من هذه الرحله ونتعرفوا على زملاء جدد. القافلة تدوم يومين لتشمل 10 محطات سياحية وعلمية واستكشافية، خاصة منها المدارس القرآنية التي استغل شيوخها الزيارة في حث الطلبة على استغلال العطلة الصيفية للذهاب للكتاب وحفظ ما تيسر من القرآن.